السلام عليكم وأهلا بكم في هذا الفيديو الذي يأتي في إطار الفيديوهات المخصصة للدرس الأول Continuité d'une fonction numérique اتصال دالة عددية. في هذه الحصة سنتطرق لمفهوم Fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone الدالة العكسية لدالة متصلة ورتيبة قطعا على مجال. أولا سنبدأ بنشاط activity ثم خاصية. فتعريف الدالة العكسية لدالة متصلة ورتيبة قطعا على مجال، ثم سنستنتج نتائج دي كونسيكونس. فتمرين تطبيقي لتطبيق ما تعلمناه في الفقرات السابقة، وأخيرا سنستنتج بعض الخاصيات. نشاط الدالة العكسية لدالة متصلة ورتيبة قطعا يقول: نعتبر الدالة العددية F المعرفة على المجال E يساوي 1 3 مغلق ب ما يلي: F لـ X تساوي X أس 2 ناقص 2 X. السؤال الأول: montre que la fonction F est continue et strictement monotone sur l'intervalle E. بين أن الدالة F متصلة ورتيبة قطعا على المجال E. السؤال الثاني: Déterminer l'intervalle J, l'image de l'intervalle I par la fonction f. حدد صورة المجال J بالدالة f. عفوا، حدد صورة المجال I وهو المجال J بالدالة f. السؤال الثالث: soit x un élément de l'intervalle J, soit y un élément de l'intervalle I. Montrez l'équivalence suivante. ليكن x عنصر من المجال g و y عنصر من المجال e. بين التكافؤ التالي. السؤال الأول: montrons que la fonction f est continue et strictement monotone sur l'intervalle e. لنبين أن الدالة f متصلة ورتيبة قطعا على المجال e. لدينا الدالة F معرفة ب x أس 2 ناقص 2 x، و E هو المجال المغلق 1 3. الدالة F عبارة عن دالة حدودية، إذن فهي متصلة على المجال R، وبالتالي فهي متصلة على المجال 1 3، لأن المجال 1 3 ضمن R. رتابة الدالة F مونوتونية لا فونكسيون F. بما أن F دالة حدودية فهي قابلة للاشتقاق على R، وبالتالي فالدالة F قابلة للاشتقاق على المجال 1 3، لأن المجال 1 3 ضمن R. إذن لكل X ينتمي إلى المجال 1 3 F بريم لـ X تساوي X أس 2 ناقص 2 X الكل بريم. الدالة F تكتب عفوا على شكل F زائد J، ونعلم أن مشتقة F زائد J هي مشتقة F زائد مشتقة J، بحيث F هو X أس 2 و J هو ناقص 2 X. سنطبق هذه الخاصية على تعبير f لنحصل على x أس 2 بريم زائد ناقص 2 x بريم. x أس 2 يكتب على شكل x أس n، ونعلم أن مشتقة x أس n هي n في x أس n ناقص 1، وناقص 2 x هي على شكل ك f، بحيث ك هو العدد ناقص 2 و f هو العدد عفوا هو تعبير x. إذا مشتقة ك f هي ك في مشتقة f، فنحصل على مهما يكون x ينتمي إلى المجال 1 3 f بريم ل x هي 2 x ناقص 2. يمكن التعميل بالعدد 2، فنحصل على f بريم ل x تساوي 2 عامل ل x ناقص 1. ومنه نستنتج أن إشارة f بريم لـ x على المجال 1 3 هي إشارة x ناقص 1،
D'où le signe de f' de x sur l'intervalle 1, 3 fermé et celui de x moins 1. نعلم أن x ناقص 1 يساوي 0 تكافئ x تساوي 1. إذن جدول تغيرات الدالة f هو التالي. D'où le tableau de variation de la fonction f est le suivant. نعلم أن x ناقص 1 عبارة عن حدودية من الدرجة الأولى تنعدم في 1. إذن إشارتها ترتبط ب A بحيث A يساوي 1 وهو معامل العدد x. A موجب إذن على يمين الجذر لدينا إشارة A في هذه الحالة زائد، وعلى يسار الجذر لدينا عكس إشارة A ناقص. لدينا إشارة F' لx، F' معرفة على المجال 1 3، إذن فإشارتها موجبة. ومن هنا نستنتج أن تغيرات الدالة F تزايدية قطعا على المجال 1 3، بحيث ناقص 1 هي صورة العدد 1 بالدالة F، وثلاثة هي صورة العدد ثلاثة بالدالة F. لدينا F لx تساوي x أس 2 ناقص 2x. لحساب صورة واحد بالدالة F يكفي تعويض x بالعدد واحد فنحصل على العدد ناقص واحد. كذلك صورة ثلاثة هي 3 أس 2 ناقص 2 في 3، 9 ناقص 6 تساوي 3. ومن هنا نستنتج أن الدالة F تزايدية قطعا على المجال 1 3. F est strictement croissante sur l'intervalle I égale 1 3. بما أن الدالة F متصلة وتزايدية قطعا على المجال 1 3، نقول إن الدالة F تقبل دالة عكسية. أي للبرهان على أن دالة F تقبل دالة عكسية فيجب البرهان على أن F متصلة ورتيبة قطعا، إما تزايدية قطعا أو تناقصية قطعا. السؤال الثاني: Déterminons l'intervalle G l'image de l'intervalle I par la fonction F. لنحدد صورة المجال I وهو المجال G بالدالة F. لدينا G هي F لE تساوي F للمجال المغلق 1 3. بما أن F دالة تزايدية قطعا على المجال 1 3 مغلق، إذن سأحتفظ بالترتيب وسأحسب الصور. وبالتالي المجال G هو صورة 1 بالدالة F وصورة 3 بالدالة F. قمنا سابقا بحساب هذه الصور، إذن G هو المجال ناقص 1 3 مغلق. السؤال الثالث: Montrons l'équivalence suivante. لنبين التكافؤ التالي. لدينا X عنصر من المجال G وهو المجال ناقص 1 3، و Y عنصر من المجال E وهو المجال 1 3. لدينا F ل Y تساوي X تكافئ Y أس 2 ناقص 2 Y تساوي X. هنا يكفي التعويض بحيث نعوض X في تعبير الدالة F ب Y. سأستعمل التعبير الثالي التالي عفوا: A أس 2 ناقص 2 A زائد 1 ما هي إلا A ناقص 1 الكل أس 2 المتطابقة الهامة رقم 2. إذن لإتمام المتطابقة الهامة في هذا التعبير سأقوم بإضافة العدد 1 لطرفي المتساوية فنحصل على Y أس 2 ناقص 2 Y زائد 1 تساوي X زائد 1، والتي تكافئ التعبير الأول عبارة عن متطابقة هامة في هذه الحالة A ناقص 1 نعوض Y
نعوض عفوا ب y فنحصل على y ناقص 1 الكل أس 2 تساوي x زائد 1. نعلم أن في حالة ب أس 2 يساوي a لدينا التكافؤ التالي: ب أس 2 يساوي a تكافئ ب يساوي جذر مربع a أو ب يساوي ناقص جذر مربع a. سأقوم بتطبيق هذه العلاقة على التكافؤ الأخير فأحصل على y ناقص 1 هو b في هذه الحالة، a هو x زائد 1، فنحصل على التكافؤ y ناقص 1 تساوي جذر مربع x زائد 1 أو y ناقص 1 تساوي ناقص جذر مربع x زائد 1. نعلم أن y ينتمي إلى المجال 1 3، مما يعني بأن y بين العددين 1 و 3، والذي يستلزم y ناقص 1. سأقوم بطرح 1 في طرفي المتفاوتة فأحصل على y ناقص 1 محصور بين 0 و 2، أي أن y ناقص 1 موجب. من خلال هذين التعبيرين يتضح أن y ناقص 1 موجب هو التعبير الأول. إذن نستنتج أن f لy يساوي x تكافئ y يساوي 1 زائد جذر مربع x زائد 1. قمنا بتمرير ناقص 1 إلى الطرف الثاني. إذن الدالة المعرفة بهذا التعبير 1 زائد جذر مربع x زائد 1 على المجال E، عفوا على المجال جي، المجال المغلق ناقص 1 3، تسمى الدالة العكسية للدالة F. La fonction définie par 1 plus racine carrée de x plus 1 sur l'intervalle j égale à moins 1, 3 fermé est appelée fonction réciproque de la fonction f. خاصية propriété. إذا كانت f متصلة وارتبطت عن على مجال E فإنه لكل y من المجال f لE المعادلة f لx تساوي y تقبل حلا وحيدا في المجال E. cf est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle E. alors pour tous éléments y de f de E, l'équation f de x égale à y admet une solution unique dans l'intervalle E. تعريف definition تعريف الدالة العكسية للدالة العددية. لكي تقبل f دالة عددية فيجب أن تكون متصلة continue ورتيبة قطعا strictement monotone، رتيبة قطعا يعني إما تزايدية قطعا أو تناقصية قطعا على مجال E. والمجال G هو صورة المجال E بالدالة f. نعرف الدالة العكسية للدالة f والتي نرمز لها بالرمز f أس ناقص 1 المعرفة على المجال G بما يلي: لكل x من المجال G لدينا f لناقص f أس ناقص 1 لx تساوي y، بحيث y هو العنصر الوحيد من المجال E الذي يحقق f لy تساوي x. دي كونسيكونس نتائج: لتكون f دالة عددية متصلة وارتبة قطعا دائما الشرطان يجب أن يتحققا لكي تقبل f دالة عكسية، و f موانزا دالتها العكسية. إذن لدينا النتائج التالية: f موانزا لx تساوي y تكافئ f لy تساوي x. هذا التعبير هو الذي نستعمله لكي نحدد تعبير الدالة العكسية. كذلك مركب الدالة ودالتها العكسية ومركب الدالة العكسية ودالتها دائما يساوي x. exercice d'application تمرين تطبيقي. السؤال الأول:
لتكن f دالة عددية معرفة على المجال ناقص 2 زائد ما لا نهاية مغلق من جهة 2 ب f لx تساوي جذر مربع x زائد 2. السؤال الأول، بين أن الدالة f تقبل دالة عكسية معرفة على مجال j يجب تحديده. للبرهان على أن f تقبل دالة عكسية يجب البرهان على أن f متصلة ورتيبة قطعا. سؤال 1-2، exprimer f moins 1 de x en fonction de x pour du x de j. عبر بدلالة x عن تعبير f moins 1 لx. السؤال الثاني، لتكن f دالة عددية معرفة على المجال r plus يعني المجال 0 plus لانفيني مغلق من جهة 0 بما يلي f لx تساوي x أس 2. السؤال الأول، نفس السؤال السابق، بين أن الدالة f تقبل دالة عكسية معرفة على مجال j يجب تحديده. السؤال الثاني، عبر عن f موانز اندو x بدلالة x لكل x من المجال j. السؤال الأخير 2-3، أنشئ في المستوى المنسوب إلى معلم متعامل ممنظم O E J أنشئ في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم O E J التمثيل المبياني للدالة F وكذلك التمثيل المبياني للدالة F موانز C F موانز في نفس المعلم السابق، ثم المستقيم ذو المعادلة y يساوي x. السؤال 1-1، montrons que la fonction f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle g que l'on déterminera. لنبين أن الدالة f تقبل دالة عكسية معرفة على مجال g يجب تحديده. هذا السؤال يتكون من جزئين، الجزء الأول هو البرهان على أن الدالة f تقبل دالة عكسية، والجزء الثاني هو تحديد المجال g. مجموعة تعريف الدالة f موانز، نعلم أنه للبرهان على أن دالة تقبل دالة عكسية يجب التأكد من شرطين اثنين هما اتصال الدالة f ورتابة الدالة f. اتصال الدالة f continuity de la fonction f، لدينا f لx تساوي جذر مربع x زائد 2، ولكي نبرهن على أن نوع هذا النوع من الدوال متصل فيجب البرهان على شرطين اثنين كذلك. الشرط الأول هو الدالة المتواجدة داخل الجذر أن تكون متصلة وكذلك أن تكون موجبة، فإن كانت متصلة وموجبة فالدالة التي تحتوي على الجذر فهي دالة متصلة. لدينا x زائد 2، الدالة المعرفة ب x زائد 2 متصلة على r لأنها دالة حدودية، إذن فهي متصلة على المجال ناقص 2 زائد ما لا نهاية مغلق من جهة ناقص 2 لأن r يحتوي على هذا المجال. ونعلم أنه لكل x من المجال ناقص 2 زائد ما لا نهاية يستلزم بأن x أكبر من أو يساوي ناقص 2، مما يعني بأن x زائد 2 سأقوم بإضافة 2 إلى طرفي المتفاوتة، وعند إضافة عدد موجب فالترتيب لا يتغير، نحصل على x زائد 2 أكبر من أو يساوي 0. إذن الدالة المتواجدة تحت الجذر هي دالة موجبة ومتصلة، إذن يمكن الاستنتاج بأن الدالة f متصلة على المجال ناقص 2 زائد ما لا نهاية مغلق من جهة ناقص 2. لنمر للشرط الثاني، مونوتوني لا فونكسيون f، رتابة الدالة f. لدينا f لx تساوي جذر مربع x زائد 2، لكي يكون هذا النوع من الدوال قابل للاشتقاق فيجب كذلك تحقق شرطين معا. الشرط الأول هو الدالة المتواجدة
داخل الجذر المربع أن تكون قابلة للاشتقاق، والشرط الثاني أن تكون موجبة قطعا. في شرط الاتصال يجب أن تكون موجبة، بينما في شرط الاشتقاق يجب أن تكون موجبة قطعا. لدينا الدالة المعرفة بx زائد 2، يعني الدالة المتواجدة داخل الجذر، قابلة للاشتقاق على r لأنها دالة حدودية، إذن فهي قابلة للاشتقاق على المجال ناقص 2 زائد ما لا نهاية مفتوح من جهة 2، نظرا لأنها تنعدم في ناقص 2. إذن لكل x ينتمي كذلك، ولدينا لكل x ينتمي كذلك إلى المجال ناقص 2 زائد ما لا نهاية، x ناقص 2 موجب قطعا. إذن الشرطان محققان، هذا يعني بأن الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال ناقص 2 زائد ما لا نهاية مفتوح من جهة ناقص 2. إذن لكل x ينتمي إلى المجال ناقص 2 زائد ما لا نهاية مفتوح من جهة ناقص 2، f بريم ل x هي جذر مربع x زائد 2 بريم. نعلم أن مشتقات جذر مربع f هي مشتقات الدالة f على 2 جذر مربع f، بحيث f في حالة نهايته هو التعبير x زائد 2. سأطبق هذه الخاصية على الدالة f لنحصل على f بريم x تساوي x زائد 2 بريم على 2 عامل جذر مربع x زائد 2. مشتقات x هي 1، مشتقات 2 هي 0، إذن نحصل على f بريم x تساوي 1 على 2 جذر مربع x زائد 2. جذر مربع موجب مضروب في 2 موجب، إذن المقام موجب، وكذلك موجب قطعا، وكذلك البسط موجب قطعا، إذن f بريم أكبر قطعا من الصفر. إذن لكل x من المجال ناقص 2 زائد ما لا نهاية مفتوح من جهة ناقص 2، f بريم ل x أكبر قطعا من الصفر. ومنه نستنتج أن الدالة f تزايدية قطعا على المجال ناقص 2 زائد ما لا نهاية مغلق من جهة ناقص 2. بما أن الشرط الأول هو شرط الاتصال محقق، قمنا بالتأكد من ذلك، والشرط الثاني هو الدالة f رتيبة قطعا، في هذه الحالة تزايد قطعا على المجال ناقص 2 زائد ما لا نهاية، إذن هذان الشرطان يمكن من خلال هذان الشرطان يمكن استنتاج بأن الدالة f تقبل دالة عكسية معرفة على مجال j. f admit une fonction réciproque définie sur un intervalle j، بحيث j هو صورة المجال e، و e في هذه الحالة هو المجال ناقص 2 زائد ما لا نهاية. احتفظت بالترتيب نظرا لأن الدالة f تزايدية قطعا، صورة ناقص 2 ثم نهاية الدالة f عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية، لأن بكل بساطة f تزايدية قطعا على المجال ناقص 2 زائد ما لا نهاية. بصفة عامة، إذا كانت f متصلة ورتيبة قطعا على مجال a زائد ما لا نهاية مغلق من جهة a، أحتفظ بالترتيب فأحسب صورة a بالدالة f، ثم أقوم بحساب ليميت نهاية الدالة f عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. بما أن نهاية f لx عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية هي نهاية جذر مربع x زائد 2 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية، والتي تساوي زائد ما لا نهاية، لأن نهاية ما بداخل الجذر، يعني نهاية x زائد 2 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية، هي نهاية x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية، دالة حدودية، والتي تساوي زائد ما لا نهاية. بصفة عامة، لحساب نهاية دالة تحتوي على الجذر، يعني جذر مربع دالة f، أحسب نهاية f ثم أستنتج نهاية جذر مربع f. كذلك لدينا صورة ناقص 2 بالدالة f، يكفي تعويض x بالعدد ناقص 2 في تعبير الدالة f، فنحصل على 0. وبالتالي
المجال جي هو صورة اي والذي يساوي المجال صفر زائد ما لا نهاية مغلق من جهة الصفر، وهذا هو المطلوب. السؤال 1-2 exprimant f moins 1 de x en fonction de x pour de x de l'intervalle g. لنعبر عن f moins 1 de x بدلالة x لكل x من المجال g. لدينا حسب المعطيات x عنصر من المجال g، في هذه الحالة المجال صفر زائد ما لا نهاية مغلق من جهة صفر، و y عنصر من المجال e يساوي المجال ناقص 2 زائد ما لا نهاية مغلق من جهة ناقص 2. إذن f-1 لx تساوي y تكافئ f لy تساوي x. هنا أقوم بتعويض x بy في تعبير الدالة f لنحصل على f موانز ان لي اكس تساوي ايغريك تكافئ جذر مربع ايغريك زائد 2 تساوي اكس. نعلم ان بي اس 2 يساوي ا يكافئ بي يساوي جذر مربع ا، او بي يساوي ناقص جذر مربع ا. ساقوم بتطبيق هذا التكافؤ على هذا التعبير، فأحصل على تكافؤ y عفوا جذر مربع y زائد 2 الكل أس 2 يساوي x أس 2. هنا تكافؤ نظرا لأن x موجب، يعني لن نتطرق للجزء الذي يساوي b يساوي ناقص جذر مربع a. وبالتالي f موانز لx تساوي y تكافئ. سنقوم بإزالة الجذر y زائد 2 تساوي x أس 2 والتي تكافئ y تساوي x أس 2 ناقص 2. نقوم بتمرير 2 للطرف الثاني. إذن f موانز لx تساوي y تكافئ y تساوي x أس 2 ناقص 2، ومنه لكل x ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية f لناقص x عفوا f موانز لx تساوي x أس 2 ناقص 2، وهذا هو تعبير الدالة العكسية للدالة f. السؤال الموالي montrant que la fonction f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle g que l'on déterminera. لنبين أن الدالة f تقبل دالة عكسية معرفة على مجال g يجب تحديده. لدينا f لx تساوي x أس 2. الدالة f عبارة عن دالة حدودية، إذن فهي متصلة على r، ومنه نستنتج أنها متصلة على المجال صفر زائد ما لا نهاية مغلق من جهة الصفر، أو R بلس لأن R يحتوي على R بلس. إذا شرط الاتصال محقق. رتابة الدالة F مونوتوني لا فونكسيون F. بما أن F كذلك دالة حدودية فهي قابلة للاشتقاق على R، ومن فهي قابلة للاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية مغلق من جهة الصفر. F est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. ولدينا لكل x ينتمي الى المجال صفر زائد ما لا نهاية f بريم لx هي x أس 2 بريم. x أس 2 يكتب على شكل x أس n، ومشتقة x أس n هي n عامل لx أس n ناقص 1، بحيث في حالتنا هاته n هو العدد 2، فنحصل على f بريم لx هي 2x أكبر من أو يساوي الصفر. إذن لكل x ينتمي للمجال صفر زائد ما لا نهاية مغلق من جهة صفر f بريم لx أكبر من أو يساوي صفر، ومن هنا نستنتج أن الدالة f تزايدية قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهاية. f strictement croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0، رغم أن
في هذه الحالة أكبر من أو يساوي الصفر، نظرا لأن الدالة تنعدم فقط f بريم تنعدم فقط في الصفر لوحده، إذن يمكن القول بأنها تزايدية قطعا. ومن هنا نستنتج أن الدالة f تقبل دالة عكسية نظرا لأنها متصلة وراتبة قطعا، في هذه الحالة تزايد قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهاية مغلق من جهة الصفر. معرفة على مجال جي بحيث جي هو صورة المجال اي هو صورة كذلك المجال صفر زائد ما لا نهاية مغلق من جهة الصفر، بما أن الدالة f تزايد قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهاية أحتفظ بالترتيب f لصفر يعني صورة صفر بالدالة f ونهاية الدالة f عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. بصفة عامة إذا كانت f متصلة وراتبة قطعا على مجال a زائد ما لا نهاية مغلق من جهة a أحتفظ بالترتيب، فأحسب صورة a بالدالة f ثم نهاية الدالة f عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. بما أن limit f لx عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي limit x استثنان عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية، وصورة صفر هي صفر، فإن المجال G هو المجال صفر زائد ما لا نهاية مغلق من جهة الصفر. السؤال الثاني 2 2 exprimant f moins 1 de x en fonction de x pour tout x de l'intervalle G. لنعبر عن f moins 1 لx بدلالة x لكل x من المجال G بنفس طريقة المثال السابق، ليكن x عنصر من المجال G في هذه الحالة من المجال صفر زائد ما لا نهاية مغلق من جهة الصفر، و y عنصر من المجال صفر زائد ما لا نهاية كذلك من المجال E مغلق من جهة الصفر. لدينا f موانز ل x تساوي y تكافئ f ل y تساوي x. f ل y ما هي إلا y أس 2، إذن تكافئ y أس 2 تساوي x، والتي تكافئ y يساوي جذر مربع x أو y يساوي ناقص جذر مربع x. بما أن y ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية، إذن y يساوي جذر مربع x. ومنه نستنتج أن لكل x ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية مغلق من جهة الصفر، f موانز ل x تساوي جذر مربع x. السؤال الأخير أنشئ في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومنظم O J التمثيل المبياني للدالة f وكذلك التمثيل المبياني للدالة f موانز ثم المستقيم ذو المعادلة y يساوي x. لدينا f لx تساوي x أس 2، تمثيلها المبياني عبارة عن شجر هو الممثل باللون الأخضر، جذر مربع x هي دالة اعتيادية، تمثيلها المبياني هو الممثل باللون الأزرق، اللون البرتقالي يمثل المستقيم ذو المعادلة y يساوي x والذي نسميه المنصف الأول للمعلم. من خلال هذا التمثيل المبياني سأقوم باستنتاج مجموعة من الخاصيات. لدينا f متصلة على المجال صفر زائد ما لا نهاية، نلاحظ أن f موانز كذلك متصلة على المجال g في هذه الحالة صفر زائد ما لا نهاية. إذن بصفة عامة إذا كانت f متصلة على e ف-f-1 متصلة على المجال G بحيث G هو صورة المجال E بالدالة F. كذلك F عبارة عن دالة تزايدية قطعا على المجال E، نلاحظ كذلك أن الدالة F-1 تزايدية قطعا على المجال G. إذن بصفة عامة إذا كانت f رتيبة قطعا على المجال e فإن f موانز رتيبة قطعا على المجال g.
بحيث للدالتين معا نفس الرتابة، يعني إذا كانت f تزايدية قطعا ف-f موانزا تزايدية قطعا، إذا كانت f تناقصية قطعا ف-f موانزا تناقصية قطعا. من طبيعة الحال f على المجال E و-f موانزا على المجال G، بحيث G هو صورة المجال E. نلاحظ كذلك بأن f موانزا عفوا بأن CF و CF موانزا متماثلان بالنسبة لهذا المستقيم المصف الأولي المعلم أو المستقيم ذو المعادلة Y يساوي X. إذن بصفة عامة لرسم أو إنشاء التمثيل المبياني للدالة F موانزا يكفي رسم مماثل الدالة F، مماثل الدالة F يعني مماثل المنحنى CF بالنسبة للمستقيم Y يساوي X. وأخيرا سنختم هذه الحصة ببروبريتي خاصية. CF est une fonction continue strictement monotone sur un intervalle I et F-1 sa fonction réciproque. إذا كانت F دالة متصلة ورتيبة قطعا على مجالين I و f-1 دالتها العكسية، فلدينا الخاصيات الثلاثة الآتية: f-1 متصلة على المجال G بحيث G هو صورة المجال E. الخاصية الثانية: f-1 رتيبة قطعا على المجال G يساوي f لE، ولها نفس رتابة الدالة F على المجال E. F-1 استريكتوم مونوتون سور لانترفال G إيغالا F دو E. E إي لا لا ميم مونوتوني كو لا فونكسيون F سور لانترفال E. الخاصية الأخيرة: لا كورب ريبريزونتاتيف سي إف-1 لا فونكسيون F-1 إي لو سيميتريك دو لا كورب ريبريزونتاتيف سي إف لا فونكسيون F بارابور أ لا بروميير بيسيكتريس دو روبير. التمثيل المبياني CF-1 للدالة F-1 هو مماثل التمثيل المبياني للدالة هو مماثل التمثيل المبياني CF للدالة F بالنسبة للمنصف الأول للمعلم أو المستقيم ذو المعادلة Y يساوي X. بهذا نكون قد أنهينا فقرة الدالة العكسية لدالة متصلة ورتيبة قطعا على مجال، فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.